طيب أصحاب المعاشات ليهم بقى خبر معانا النهاردة، إنه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة الخاصة بصرف المعاشات، يعني هتبدأ بصرف المعاشات اعتبارا من شهر سبتمبر اليوم الثلاث اللي جاي، وده يعني هيتم برضو وفقا ل يعني اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، كمان من خلال برضو تذليل كافة العقبات للتيسير على أصحاب المعاشات. برضو يعني عايزين من أصحاب المعاشات اللي هيروحوا إن شاء الله من يوم الثلاثة اللي جاي يصرفوا المعاشات، برضو وانت رايح كمامتك معاك، الكحول اللي في ايدك، الالتزام بالمسافات الآمنة. لقيت ان الدنيا زحمة مش لازم تستلم يوم الثلاث، ممكن تاني يوم، يعني نحاول ان احنا نساعد في تخفيف اي تجمع لاي حاجة احنا عايزين نخلصها في مشاورنا، علشان خاطر في الاول وفي الاخر ده انت بتحمي نفسك وبتحمي صحتك وبتحمي غيرك.